اليوم خميس 30/1. محمد شنو سوى لك؟ كانوا حصر الدكتورة شارع بالوثبة بالوثبة حصره من الدكتورة. حاجتهم وجا واحد من الشغب ضربني قال لي بالخوذة ماله وربطوني بالزناجيل خلينا نظرك هنا للقوات سوات ظلوا تسعين على راسه عارجوا يضربون بي وعدبون بي كيبلات ونتري يذبوا عليه مي. يعني تم تعذيبك من كافة الأنواع التعذيب؟ نعم بلي. وبعد شنو سوى لك؟ سحلوك؟ سحلوني من سيارات مال قوات سوات فوش طوارئ الى السيارات الاتحادية. ظلوا يعذبون بي وربطوا ايدي بس ما جاي يشوف بالسيارة وظلوا يدقون على ظهري بالكيبلات. حلو. والدونكيات. زين انت مظاهر سلمي لا شايل مثلا هاي السوالف مال هذا نعم بالطلق العلم بس. ايه وكسروا هذا البطل القزيز وبدأوا يزينون بيك بالبطل القزيز. ظهري هاي خلينا نشوف احنا اليوم شنو مكان التعذيب مالته. شوفوا الله اكبر. شوفوا هاي السكاكين وحتى برجله وما تجينا عليه دعوه يعني غير حسب الله ونعم الوكيل. ما نعرف شنو هذا نوع التعذيب.